تتويج لعمل مشترك وتنسيق ميداني محكم بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وخبراء الشرطة العلمية والتقنية. كما أود أن أشيد كذلك بالمساهمة التي قدمتها مصالح الدرك الملكي خلال الإجراءات التمهيدية لهذه القضية، خصوصا في عمليات المعاينة والمسح المكاني لمسرح اكتشاف جثة الشرطي الضحية، وكذا بمكان إضرام النار عمدا في سيارته الخاصة وإهمالها بمنطقة القروية. وأتقدم أيضا بالشكر لممثلي السلطة المحلية الذين لم يدخروا أي جهد في تقديم الدعم والإسناد اللازمين لتسهيل مأمورية ومهام فرق البحث والتقصي والتمشيط المكاني. وأشدد في نفس السياق على أن جميع إجراءات البحث الميداني والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية وكذا عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتبه فيهم تمت تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمدينة الدار البيضاء في المرحلة الأولى من البحث، وبتوجيه فعلي من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بعدما برز الطابع المتطرف والإرهابي لهذه الجريمة الغاشمة. أولاً نتطرق إلى فرضيات البحث. لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضية من فرضيات البحث. عند اكتشاف جثة الهالك في مسرح الجريمة، وهو ما جعل فريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة بما فيها فرضية الدافع الإرهابي على أنها مسارات قائمة تقتضي التحري والتقصي والتدقيق. ذلك أن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي وكيفية التمثيل بالجثة ووظيفة الضحية كشرطي ومكان الترصد به ودلالات تجريده من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية كلها معطيات ومؤشرات أكدت منذ البداية أننا أمام عمل إجرامي منظم ارتكبه أكثر من شخصين على الأقل، وأن خلفيات هذا العمل قد تكون بدوافع إجرامية صرفة كالسرقة مثلا، أو قد تكون بخلفيات متطرفة. وقد عكف فريق البحث على تحصيل إفادات العشرات من الشهود بمحيط اكتشاف الجثة ومكان إضرام النار في السيارة، لكنها لم تحمل أي جديد في البحث. كما تم التعامل التقني والعلمي مع مجموعة هائلة من العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة. أيضا قام فريق المحققين بتفريغ واستقراء العديد من المحتويات الرقمية بغرض تحديد مسارات المشتبه فيهم، وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية بعد إزهاق روحه الطاهرة والسطو على لوازمه المهنية وسيارته الشخصية. وبفضل الجهود المشتركة لفريق التحقيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تسنى تشخيص هوية المشتبه فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، ومباشرة بعد ذلك تم رصد مكان اختباء المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سيدي حرازم بضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه الثالث بمدينة الدار البيضاء. وهنا لا يسعني إلا أن أثمن التفاعل الواسع والتجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع فريق البحث والتحقيق، إذ سجلنا تعاونا تلقائيا من جانب عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يبلغون
عن كل طارئ ويقدمون إفاداتهم بشكل طوعي خدمة للعدالة، ويدلون بشهادتهم أملاً في تنوير البحث واستجلاء الحقيقة وتوقيف المتورطين. كما أشيد عالياً بالتضامن الواسع الذي برهنت عليه فئات كبيرة من المجتمع المغربي، والتي تعاطفت مع أسرة الشرطة الصغيرة ومع عائلته الكبيرة ممثلة في هيئة الأمن الوطني، وهو التضامن الذي تجسد في رسائل تعزية وتعاطف من مختلف أطياف وشرائح المجتمع المغربي. نتطرق إلى المحور المتعلق بتأكيد الدافع الإرهابي. كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها المنشور بخصوص هذه القضية، فقد تأكد الدافع الإرهابي فور توقيف المشتبه فيهم الثلاثة. فحسب المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا مؤخراً ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، بعدما قام أحد المشتبه فيهم بترديد ما يعتبرونه قسم البيعة المزعومة، والذي تبناه وردده وباقي المشتبه فيهم إذاناً بانخراطهم في تنظيم إرهابي ضمن مشروع جماعي يروم المساس الخطير بالنظام العام. وتشير المعلومات المتوفرة حالياً أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحل قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعى بسبب نقص مصادر التمويل الكافية لتأمين السفر، وهو ما دفعهم لتبني طرح بديل، وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بنكية ومؤسسات مصرفية. ثالثاً، وهو الشق المتعلق بالتطرف السريع وأسلوب الإرهاب الفردي. فيما يخص هذا المحور المتعلق بالتطرف السريع وأسلوب الإرهاب الفردي، تؤكد المعطيات المتوفرة حالياً أن المشتبه فيهم الثلاثة تشبعوا بالفكر المتطرف في الآونة الأخيرة، إذ لم يعلنوا البيعة لتنظيم داعش سوى منذ شهر ونصف تقريبا، وهو ما يرجح معطى وفرضية التطرف السريع، خصوصا في ظل مستواهم الدراسي البسيط والمتدني. كما أكد أحد الموقوفين الثلاثة، وهو المشتبه فيه الرئيسي معروف بسوابقه القضائية العديدة في جرائم الحق العام، وأن آخر سابقة قضائية له كانت في سنة 2013 عندما أدين قضائيا من أجل السرقة بالعنف واستهلاك المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع. كما أكدت مسارات البحث أن المشتبه فيهم اعتمدوا أساليب وتكتيكات الإرهاب الفردي لارتكاب جريمتهم الغاشمة قبل أن يستولوا على الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي للشرطة الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة تتمثل في السطو على وكالة بنكية. وقد مكنت إجراءات البحث من تأكيد عنصري سبق الإصرار والترصد في هذا المشروع الإرهابي، بعدما ثبت أن المشتبه فيهم حددوا بدقة مكان الوكالة البنكية المستهدفة، وقاموا بجولات استطلاعية بمحيطها، واتفقوا على طريقة اقتحامها بغرض استغلال عائدات هذه الجريمة في تمويل أنشطة إرهابية. فيما يتعلق بالمحور الرابع، وهو استمرار إجراءات البحث، في هذه المرحلة في البحث يمكننا الحديث عن خلية إرهابية تتكون أو تتألف من ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين، وهم الأمير المزعوم لهذه الخلية ويبلغ من العمر 31 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 37 سنة، وهما اللذان شاركا في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل
بجثة الشرطة الضحية. أما المشتبه فيه الثالث فيبلغ من العمر 50 سنة، وقد شارك بكيفية فعلية في تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة بعد إضرام النار عمدا في سيارة الضحية. كما يمكن الجزم أيضا بتحييد مخاطر هذه الخلية الإرهابية وصد تهديداتها المحدقة بأمن الأشخاص والممتلكات، خصوصا بعدما نجح فريق المحققين في استرجاع السلاح الوظيفي والرصاصات الخمس المسروقة، حيث أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أي رصاصة من قبل المتورطين. وقبل الختام، لا بد من التأكيد على أن إجراءات البحث الذي أسندته النيابة العامة المختصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتواصل حاليا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل رصد الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذه، بالإضافة إلى الكشف عن كل الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية والتي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيداً للواجب وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام. وفي الأخير، أود التأكيد بأن تفكيك هذه الخلية الإرهابية المتورطة في جريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطة الضحية جاء متزامناً مع مشروع إرهابي وشيك تم تحييد مخاطره وإجهاضه من طرف مصالح الأمن بمدينة أسفي بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويتعلق الأمر هنا كذلك بشخص متطرف موالي لتنظيم داعش جرى توقيفه بمدينة أسفي أول أمسنا الأربعاء، وذلك بعدما أعلن البيعة للأمين المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي ووثق ذلك في محتوى رقمي إذانا بالانتقال لمرحلة التنفيذ المادي لمشروعه الإرهابي. وقد تم إخضاع هذا الأخير بدوره لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية للكشف عن جميع عناصر ومعالم مشروعه الإرهابي. وفي النهاية، أود أن أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان لممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا وواكبوا أشغال هذه الندوة الصحفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.